اهلا بيكم. النهارده حلقه شديده الاهميه. النهارده خشونه الركبه. الركبه مين في مصر ما عندوش مشاكل مع الركبه؟ طبعا من اول الناس الشباب الصغيرين اللي انا بستغرب جدا، مرورا بالرياضيين، لعيبه الكوره، كل لعيبه الكوره الهواه يعني، والمحترفين، الكل بيعاني من الركبه. اللي بيلعب تنس، اللي بيلعب سكواش، اللي بيلعب سله، الركبه، اللي ماشيين في الشوارع، الستات الكبار والصغيرين، لعيبه كل الالعاب، حمل اثقال، وزن طويل، الركبه هو المفصل الاكثر تعرضا للاصابه في الرياضيين. وفي غير الرياضيين مشاكله كتيره جدا جدا. مين الوزن زايد عنده ما بيأثرش على الركبه؟ والركبه لما بتتأثر على فكره واحده من المشاكل الإعاقية في الحياه، لدرجه ان واحد ممكن يغير الـ يعني كاريره بسبب موضوع الركبه، او يعتزل شيء معين في شغله بسبب ان الركبه مش مساعداه. يعني لفت نظري في ممثل لطيف جدا، راجل بحبه قوي قوي، اسمه حسين ابو حجاج. حسين ابو الحجاج ده فنان مصري لطيف، راجل طيب محترم ظريف جدا جدا، وكلكم عارفينه بيمثل مع النجم القدير احمد مكي. والغريب انه لما قال انا هعتزل، طبعا انتوا عارفين انه ابو حجاج عانى من افراز لهرمون النمو من الغده النخاميه، حاله اسمها جايجانتيزم، اللي هو مرض العملاقه. ده مرض، ده بيأثر على الركب على فكرة، ده من الأمراض اللي تخلي المفاصل يحصل فيها مشاكل. فالراجل قال إنه بيعتزل التمثيل فيما عدا إنه يمثل مع أحمد مكي، ده على حد تعبيره، وده طبعا تقديرا لأحمد مكي العبقري الجميل ده، نتيجة إنه عنده مشاكل في الركبة، إن الركبة مش ممكناه إن هو يروح يمثل بقى زي ما كان بيمثل في أفلام كتيرة وبتاع وكده. ده بيحصل على فكرة على مستوى كل المهن. يعني في مهن كتير قوي يجي يقول لي انا مش قادر اشوف شغلي عشان ركبي بدا يحصل فيها خشونه، بدا يحصل فيها مشاكل. طبعا في مرحله معينه في الركبه لازم تعملها عمليه تغيير مفصل، لكن في مراحل اخرى هنتكلم عليها النهارده ممكن ينفعها علاجات او اساليب علاجيه اخرى. لازم بس احنا نتحرك في التوقيت المبكر، لازم ما نتركش الركبه لمرحلة متدنية. طبعا فكرة الكريمات على الركبة وبتاع والكلام ده كله هنفهم النهاردة حقيقته، وإن كنت بقول لكم إن الكريمات دي كلها تأثيرها على الركبة ملوش تأثير، اللي هو بقى يطلع بقى إعلان أحط كريم على الركبة ومش عارف إيه والكلام ده كله، ده تهريج علمي يعني، مش تهريج، تهريج في العلم يعني، أو تهريج مع على العلم، مش تهريج، مش علم حقيقي يعني. النهاردة لقاء ممتع جدا مع ضيفي العزيز المبدع دائما في حواره، دكتور عمرو سعيد، استشاري علاج ألام العمود الفقري وعلاج الألم والمفاصل، عضو الجمعية الأمريكية للطب التجديدي، عضو الجمعية المصرية لعلاج الألم المزمن، والجمعية الأوروبية للسونار الحركي، وصاحب زبالة المعهد العالمي الـ FIBB لعلاج الألم، والمدير لمركز بين كيور لعلاج الألم. ضيفي العزيز، أهلا بك يا دكتور عمرو. أهلا دكتور أيمن. أنت عارف أبو الحجاج؟ طبعا. جميل ابو حجاج. خلي بالك بقى ان اول سؤال ليا هيكون عن ما معنى خشونه الركبه. خشونه الركبه باختصار كده هي الايجنج البروسيس، او الغضروف، التاكل بيحصل، تاكل عصاتها الغضروف، فبالتالي دي بروسيس طبيعيه بتحصل نتيجة تقدمنا في سن، أو ممكن تكون نتيجة إصابة في الركبة. هي بالمناسبة بتبقى درجات لدرجات الخشونة، ممكن بنقسمها عالميا بيتقسم لدرجة أولى وتانية وتالتة ورابعة. الدرجات الأولى والتانية نقدر نعالجها كل ما نتداخل بدري، أو يمكن هي كلمة السر في علاج أسباب خشونة الركبة، إن كل ما ندخل بدري نعرف السبب كل ما ناخد نتيجة أسرع وعلاج أفضل، ونأخر خطوة العمليات الجراحية أو عملية تغيير المفصل، وممكن نتفاداها. يعني برضو نقطة هنبتدي احنا نتكلم فيها النهاردة في الحلقة بتاعتنا. فدرجات الخشونة المعروفة زي ما السادة المشاهدين شايفين هي درجات، أربع درجات. درجات اللي هي السيفير هي الدرجة الرابعة، بيحصل تآكل في سطح الغضروف، فبالتالي التآكل ده ممكن يصحبه التهاب، ممكن يصحبه إفراز في السائل السينوفي اللي حوالين المفصل الركبة، يحصل فيه التهاب، ودي برضو بنشوفها.
اسباب الخشونه والتاكل دوت اصابه في اربطه احد اربطه الركبه الاساسيه الرباط المتصادم الامامي او الخلفي ويحصل فيه تاكل مع الوقت او ممكن يبقى الامراض مزمنه تؤثر على ده فتؤثر وهتديني برضو ايه او اشهر سبب اللي ممكن معظمنا عدم ممارسه الرياضه وزياده الوزن دي من ضمن الاسباب الرئيسيه اللي بتاثر معانا مع الامراض المزمنه. فاحنا نيجي نقول كده دكتور ايمن ايه باختصار وباسلوب بسيط ان في عوامل العوامل دي اذا اجتمعت فاحنا بالتالي عرضه اكتر ليحصل لنا اسباب الام خشونه الركبتين. على فكره يمكن احنا في مصر او في الشعب العربي في الوطن العربي عرضه اكتر لنوع المرض ده عن مثلا مقارنه باوروبا اللي زينا الامريكان. امريكا برضو نفس الكلام يمكن عندهم نفس الظروف او نفس اللي بتؤدي فيها انتشار اسباب الام الركبتين، تقدم السن، زياده في الوزن، امراض مزمنه زي ما قلت لحضرتك اثرت معايا ادت لتاكل في المفصل الركبه وعملت اسباب خشونه الركبتين. الامريكان اصلهم عباره عن خليط غريب كده من الاجناس المختلفه، فيهم لاتينيين على فرقه على أسبان على أوروبيين، فهم خليط عجيب والتداخل الجيني بينهم خلى يعني كمان السمنة موجودة والتداخل والجينات بتحدد كتير قوي، يعني بتلاقيها حواليك ليها فعلا في مثلا عرق معين ليه عرضة ان يحصل له المرض دوت عن عرق آخر، بنشوفها كتير كده. بما انها ايجنج يبقى هي عوامل مش أسباب، صح؟ بالظبط كده صح. عوامل فعلا تقدر تحط كده حواليك، إصابات الملاعب، إصابة حصلت ممكن مش شرط يكون حد بيلعب كورة، شخص عادي مثلا طلوع السلم ونزوله، مدرسين بشوفها كتير جدا عندنا تقريبا اللي طلوع السلم ونزول، مهندس، معظمنا احنا طبيعتنا اللي نحصل فيها الوير انتير ستريم. مفيش حد، هات 10 كده حاجة 10 أشخاص حطهم واسألهم قول له انت ايه بتشتكي من كام واحد فيكم بيشتكي من ألم في الركبة، لو ما طلعش 8 من العشرة دول هم العشرة والله يا ام العشره مش هتلاقي حد ما بيقولكش ركبتي ده انا وجعتني او بتوجعني او يعني بدات توجعني الجمله دي. وللاسف العلاج خاطئ، يعني جمله العلاج انا اللي انا بسمعه مثلا الناس بتروح جري على المسكنات، المسكنات دي يحصل ادمان للمسكنات اللي بتدمر دي. زي ما حضرتك عارف احنا جسمنا فيه القدره على العلاج، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لينا القدره على العلاج. ناخد المسكن من ده يا ندمنه متعودين عليه بقى وخلاص فنسرع من التآكل أكتر ونسبة التآكل تزيد أكتر ويأثر بقى كمان يعني يأثر على الكلى وعلى الكبد وعلى ويسبب لنا أمراض تانية، وده مش هو الحل. يعني ممكن في طرق تانية نعالج بيها ده بدري، كل ما ندخل بدري كل ما ناخد نتيجة أحسن. هسألك في سؤال هسألوه أكتر من مرة في الحلقة، سؤال هسألوه أكتر من مرة وهسمع وهعيده تاني، وفي كريم ممكن يعالج الركبة؟ في كريم يعالج الركبة؟ طبعا لا، الكلام ده منطقي يعني كل شويه اسالك سؤال اصل كريم ايه اللي يعالج الركبه؟ يعني واحد عنده خشونه وتاكل في الغضروف، ايه هو الكريم السحري اللي هيتحط على الركبه فيعالج الغضروف؟ انا مش عارف، لكن هروح للاعراض. الاعراض ممكن نلاقي بعض الحالات الم، طبعا ممكن بعض الحالات تيجي بفقدان في الوظيفه قبل الالم. يعني ايه؟ يعني هو مش قادر يتحرك، يعني مش قادر يطلع، مش قادر يعمل الوظائف الاساسيه اللي كان بيعملها، مش قادر يلعب كوره، مش قادر يجري، فبالتالي هو فقد الوظيفه قبل ما يحصل له الم. ممكن نلاقي تورم في بعض الحالات، نلاقي في فيوجن اللي هو بنقول عليه التجمع السائل ده هجر. كل دي اسباب ممكن العيان يجي بيها قبل ما يشتكي او ان هو يروح. لو الاشهر هو راح للدكتور عندك خشونه في الركبه، طب هل احنا فحصنا المفصل؟ هل شفنا الاربطه؟ هل شفنا العضلات اللي حوالين المفصل الركبه؟ هل فحصنا الركبه ديت وشفنا الاصابه فين بالظبط والتاكل فين بالظبط؟ هل هو في الغضروف الهلالي ولا في الغضروف المبطن ولا في الاربطه نفسها؟ فين مكان الاصابه اللي مسبب الالم؟ فين مصدر الالم؟ مهم جدا. يجي لي برضه عيان سنه صغير عنده مشكله في الباتيلو فيمر، تحت الباتيلو تحت صابونه الركبه، ودي تقول لك انا رحت للدكتور عندي خشونه، والخشونه مش في المفصل، هي خشونه تحت الباتيلا. النتيجه دي برضو من اشهر الحاجات اللي بنشوفها في الرياضيين واللي هم خاصه اللي بيروحوا يلعبوا جيم او يروحوا يلعبوا في اي لعبه وعمل اوفر، يعني عمل استريتش او عمل حاجه غلط عملت له تحت صابونه الركبه، هي دي يكون مصدر الالم بتاعه. على فكره دي بتعمل ضعف في العضلات بعد كده، بيجي العيان عنده فقد في الوظيفه
قبل ما يقول له حتى اللي يحصل وتسبب له بعد كده خشونه. هتشرح لنا حكايه فقد الوظيفه دي؟ لان في ناس كتير يعني برضو اللغه العربيه بالنسبه لهم يعني ايه مش فاهم يعني ايه فقد الوظيفه. يعني كل مفصل ليه وظيفه معينه. وظيفه مفصل الركبه ده مفصل بيتني حوالي 90 درجه، ممكن وظيفته الرئيسيه ان احنا هو الطلوع مثلا من التني والمد والحركه بتدينا حركه ديناميكيه حوالين مفصل 90 درجه. احنا ممكن يحصل ليميتيشن. يعني ايه ليميتيشن؟ يعني المفصل نفسه ما بيعملش، ما بنقدرش نتنيه الثانيه كامله، او ما بنقدرش نصلي، ما بنقدرش يقعد عيني يقول لي انا مش عارف اقعد اصلي، او مش قادر اطلع السلم، مش قادر انزل السلم. دي انا كنت بعمل دوت ودلوقتي مش قادر اعمله. ده بيحصل كتير جدا، ونعرف من ضمن الاسباب اللي هي برضو بنقول عليها بتسبب اسباب خشونه في مفصل الركبتين الام الخشونه، ولكنها مش خشونه مباشره، لا دي الام ثانيه، مصدر ثاني للالم. العيال هيجي لك هنشخص ازاي هو درجته ايه وعنده فعلا خشونه ولا مرض اخر؟ الفحص الاشعاعات العاديه، ابص على المفصل وظيفه المفصل زي ما قلت لحضرتك، ابص عليه بالسونار، افحص بالموجات الصوتيه بالسونار، في بعض الحالات بشوف مصدر الالم. الصوره دي بتوضح معانا فين مصدر الالم اللي العيان ممكن يشتكي منه. كل مكان من دول بيديني دلاله معينه انا ببص عليها بالسونار، بعد كده بشوف برضو الباثولوجي او المرض اللي موجود، فاقدر اشخص العيان دوت في جلسه التشخيص، في جلسه اللي احنا بنشوف فيها بالعياده. هنا مثلا هنا ده بنبص بالسونار على الـ على الـ على جوانب الركبه حسب مصدر العيان. مثلا بيقول لي انا مصدر الالم هنا، فببص على انا هنا شايف العضلات، شايف الاربطه، شايف المفصل الركبه نفسه. فكل ده بيديني فيجوال اكتف حاجه، سونار الحركي ده مهم جدا انه بيديني التشخيص لايف يعني قدامي، احسن كمان من الرنين في بعض الحالات. وانت بتتكلم دلوقتي راحت ايدي تلقائيا، رحت حاطط ايدي على ركبتي الشمال. اه والله العظيم حسيت، انا قلت ما اشوف كده هي الركبه توجعني في حته ولا حاجه، اكون انا مش واخد بالي. وسواس. لانه حاجه الركبه في ثانيه مفصل مهم جدا. مفصل اهم انا بعتبره اهم مفصل في الجسم. لا ويعني دايما احنا يعني مثلا لعيبه الكوره سواء هو او محترفين، اول ما يجي حد يقول لك ايه فلان اتصاب في ركبته تلاقينا احنا اتشدق يعني قلقنا ما غير اي حاجه. مثلا يقول لي الانكل مش عارف، ما هيبقى كويس. قالوا في العضله الضامه، كلنا عندنا العضله الضامه فيها مشكله، لكن الركبه بنقلق واللعيب فيها بيقعد فتره طويله عمال ما يرجع تاني. صح. ايه طرق العلاج؟ طرق العلاج زي ما قلت كده، التدخل المبكر هو المفتاح الرئيسي في العلاج. لا كل ما ادخل مبكرا كل ما اخد نتيجه مبكره. طرق العلاج كتير قوي، يعني في احنا في ناس برضو لازم عايزين نصلح كده، في انواع للحقن. يعني في مثلا احنا ممكن الاول بفحص العيان بشوفه هو ايه السبب عنده، بنبدا بالعلاج الدوائي اللي هو بيبقى فيه فيتامينز ومكملات غذائيه لتحسين ده، مع العلاج الفيزيائي تقويه العضلات، تقويه العضلات الاماميه والعضلات الخلفيه. ده مهم جدا معايا انه ده بيديني 60% من شيل وزن الجسم بتاعنا، فبالتالي ده مهم قوي معايا في العلاج. ثم بعد كده اول مرحله، ثم ده او دي المرحله، ثم ياتي بعد كده العلاج التداخلي. في بعض الحالات خاصه في درجات الخشونه الدرجه الثانيه والثالثه، انا بنحب نبدا بان احنا نسرع من العلاج بطرق العلاج الطب التجديدي او الحقن التجديدي، علشان اسرع من العلاج، علشان اتفادى زي ما قلت حضرتك كده، اتفادى ارجع للوظيفه بسرعه، ارجع للحركه بدري. ويجي بعد كده العلاج للدرجات المتقدمه من الخشونه، اللي في بعض الناس او بعض المرضى اللي ما ينفعش يقطع معاهم عمليه تغيير المفصل. بالمناسبه انت حضرتك لو سالت اي حد من زمايلنا الجراحين انت تحب تعمل المريض ده تعمل له امتى عمليه تغيير المفصل، يقول لك بعد 60. فبيجي لي عيانين كتير قوي في الفتره دي يقول لي انا رحت للدكتور والدكتور قال لي لا ده انت احنا لسه بدري، لان المفصل اللي بتركب ده ليه عمر، ليه فتره 10 سنين 15 سنه، هو ليه فتره. فبالتالي انا عايز ممكن هل في وسائل ثانيه تخليني ان انا اقلل الالم ده واعالج الالم ده؟ في ممكن نعمل ليه حقن او نعمل بيه تدخلات محدوده زي التردد الحراري الخارجي او التردد الحراري العادي، ان انا اعالج بيه الالام ديت بدري واجل هذه الخطوه. او يمكن بعض الناس ما ينفعش تعمل الخطوه دي، خطوه العمليه تغيير المفصل، فاحنا ممكن نساعده ان هو نعالج الالم بتاعها علشان نتفادى الطريق دوت، لان في خطوره مثلا على حياته.
هنا مثلا في قصص، كل صوره من دي قصه، كل صوره من دي عيان، دي بالنسبه لنا دي قصه نجاح في عيان قبل وبعد، درجات خشونه مختلفه، كل واحد من دول دي حاله مثلا، دي كانت 56 سنه عملنا ليها حقن زي ما انت حاجه كده، في درجه الخشونه هنا درجه كبيره جدا. حقن ايه؟ حقن تجديدي. ايه هو الحقن التجديدي؟ الحقن التجديدي زي ما حاجه كده، في الحقن انواع كتير. الحقن في اللي هو حقن الكورتيزون، ده اللي احنا يعني انا شخصيا مش برجحه ومش مبين ليه، لان الكورتيزون زي القنبله الموقود برميها جوه المفصل وما بتدينيش فايده. في بعد كده حقن البرولو، البرولو ده ماده ديكستروز او جلوكوز معادل بتقنيه معالجيه اعمل بيها اكتيفيشن او تسريع للعلاج وتغذيه للمفصل. في الاكسجين النشط، في البلازما الغنيه بليتليت، الصفائح الغنيه بالصفائح الغنيه، الصفائح دي بليتليت دي موجوده جوه البي ار بي، جوه مكمل من جسمنا. ودي بتبقى عمليه باخد من العيان نفسه الصفائح نفسها بطريقه معينه، بيبقى بنسحب من العيان مريض كميه معينه من الدم، بعد كده بنحطها جوه السنترفيوج بانابيب خاصه، الانابيب ديت بفصل منها عوامل النوجروس فاكتور الموجوده جوه الصفائح، ودي بتديني ترميم انواع حوالي 5 أو 6 انواع من الجروس فاكتور دول، بيدوني ترميم للانسجه، وهي نفسها بتبقى علاج للالم. يعني جوه البليتلت دي في مضاد التهاب طبيعي، في مضاد حاجه اسمها انترلوكين ريسبتور انتاجونست للالم اللي جوه المفصل، فبقدر اخد بيها نتيجه علاجيه من جسمنا. طبعا العيان مش كل العيانين ينفع معاهم البي ار بي، في ناس لازم الاول افحص المريض سنه والامراض المزمنه وصوره الدم بتاعته اخبارها ايه، فبعدين ابتدي احطه على بروتوكول احسن من ده. في بعض الناس الاقي الصفائح عندهم مثلا رقم قليل، لما اجي افصلها بالتقنيه بتاعتنا ما تدينيش النتيجة المرجوة، ويجي ده لا، العين ده لازم يؤهل. هل في أنواع تانية للحقن اتحسني ده؟ في الهيالورونيك أسيد، دي أنواع كتيرة جدا، وفي أحدث حاجة دلوقتي من التقنيات العلاجية اللي نازلة لسه والحمد لله وفرناها، هي الهاي موليكولر ويت هيالورونيك أسيد. طبعا ده اللي احنا هنا طريقة الفصل للتعقيم علشان أحصل على الجروس فاكتور اللي هو عوامل النمو العلاجية من المريض نفسه. دي التقنية معقدة شوية، بتاخد معانا وقت حوالي من نص ساعة حوالي ساعة لربع قبل ما بتجهز العملية دي. كل دي مواد بيتم اختيار ما بينها كوسائل علاجية جديدة. ده هنا ليه البي ار بي بتعمل ايه؟ البي ار بي بتعمل لي نيو فاسكولاريزيشن، يعني بتحسن لي التكوين الدموي، التكوين الدموي بتزود لي الدم اللي واصل المكان للاريا. تباعا هتلاقي حضرتك مثلا بيحصل بعد كده ريجنريشن، هنا الصفائح الدمويه الغنيه اللي هي لونها اصفر دي بتبقى بليتلت، هي دي اللي انا عايزها في العلاج. دي المكون الرئيسي اللي فيه العوامل النمو، هو ده اللي انا عايزه من اللي ممكن أه. دي الجروس فاكتور اللي احنا عايزينها والتارجتنج بتاعنا في العلاج، وكل واحده فيها ليها وظيفه بتاديها، سواء كان حقن في المفصل او في الاربطه او في العضلات او في اللي بنقول عليها كده، هو العلاج جوانا ناخده بطريقه معينه ونحطها. الاساليب العلاجيه دي كتير من لعيبه العالم بيتعالجوا بيها دلوقتي. احدث حاجه جاريس بيل، في كمان هالاند، في لعيبه السله، في يعني في ايدن هازارد كان عنده اصابه مزمنه وكان بيتعالج في واتر اكيدس بالجروس فاكتورز والحاجات دي كلها. ما ينفعش ياخد كورتيزون بالنسبه لا لعيبه الكوره ما تنفعش تاخد كورتيزون. دول الخطيب الله يمسيه كل خير، النجم المصري الكبير، كان من ضمن انت عارف السبعينات ما كانش فيه لا جروس فاكتور ولا بي ار بي، فكان بيصاب فكانوا يدونه حقنه كورتيزون كذا مره، ادوله حقن كورتيزون ده ساعد على انه اضعف ضعف الاربطه بتاعه الانكل، فكان اي حد يخبطه في افريقيا كان بيصاب. الحقيقه هو دي فعلا من ضمن المشاكل بتاعه الكورتيزون، وعشان كده يمكن الحقن البرولو والبي ار بي والجروس فاكتور. يعني بالنسبه برضه في حاجه من الحاجات الاجدد حاجه اللي هي الجروس فاكتور معادل، يعني بعض المرضى مثلا ما ينفعش ناخد منه هو نفسه البي ار بي. ففي برضو هنا ده انواع الحقن المختلفه، عشان الناس دايما بتسالني هو ايه انواع الحقن اللي ممكن تعملها.
ففي ممكن حقن زي ما قلنا الكورتيزون ده، كل حاجه بتحقن مواد ماده جيلاتينيه البي ار بي، الخلايا الجذعيه حديثا ودي برضو ليها معاد. ممكن برضو البوتوكس في بعض الحالات نحقن بيساعدنا كتير جدا في علاج الالام المزمنه منها، والبرولوسيرابي والبرولوزون دي من احدث الحاجات، ودي الانواع المختلفه عشان الناس رابطه ان الحقن حاجه واحده، لا الحقن مش حاجه واحده. التردد الحراري مع المجموعه دي برضه طبعا احنا دلوقتي تفصيله علاجيه، يعني مثلا حضرتك العلاج احنا دلوقتي بستخدم تقنيه التردد الحراري. بالمناسبه برضه احنا عندنا التردد الحراري يمكن في دي بيبر معموله في 2017 ان هو ده بيعتبروه هو العلاج الرئيسي لحالات خشونه الركبه المتقدمه في امريكا، المعموله ديت في 2017 ممكن الناس تطلع عليها. التردد الحراري هو العلاج للناس اللي ما تقدرش تعمل عمليه تغيير مفصل وعندها مشاكل فيها، فاحنا ممكن نشيل لهم الالم دوت باستخدام تقنيه الراديو فريكوانسي. وبالمناسبه الراديو فريكوانسي نوعين، الراديو فريكوانسي اللي هو التكنيك العادي اللي احنا بنستخدمه، والكوتينيوس. احنا هنا في الراديو فريكوانسي العادي بتاعنا بندخل على الاعصاب اللي هي مسؤوله عن الالم، اعصاب الحسيه المسؤوله عن الالم المزمن، وهي دي التارجت بتاعي في التردد الحراري، ان انا بعمل لها حاجه اسمها نيورو موديوليشن او ابليجن لثلاث اعصاب الحسيه المسؤوله عن الالم الرئيسي في اللو. فبالتالي باخد النتيجه بتاعتي وانا شغال. ويجي بعد كده دور بقى في بعض العيانين بيبقى عندهم ضعف في العضلات التاهيل، فبنستخدم برضو تقنيه الراديو فريكوانسي برضو الخارجيه. احنا هنا في المركز عندنا طبعا دي تقنيه بيبقى لازم في تعقيم قبل ما ندخل تحت غرفه عمليات، في ممنوع عليها وحده قسطره تداخليه، ده بيبقى جهاز القسطره، بندخل تحت جهاز الاشعه عشان يوضح لنا المكان اللي احنا داخلين عليه، والعين طبعا بيبقى تحت المونيتور بتاعنا. الناس بتقلق، احنا بنعمله تحت مخدر موضعي، ندخل بمخدر موضعي للمكان اللي فيه المشكله واعمل فيها التردد الحراري. التقنيه دي بتاخد حوالي تقريبا حوالي تلت ساعة. تلت ساعة بعد كده بيتم العين بيبقاش حاسس بحاجة، وأنا بحب أستخدمها في المرضى اللي عندهم آلام مزمنة وكبار السن، ده مهم جدا معايا، فبحب أنا أستخدم التقنية دي أول أبدأ بيها حتى. نورت وشرفت وأبدعت كالعادة. خليك دكتور. يظل الحوار مستمر في عالم العلاج التجديدي، في عالم علاج الألم، في عالم علاج الخشونة المتخصصة أو المؤثرة على الركبة وخلافها، في حوار ممتع دائما مع ضيفي العزيز طبعا الأستاذ دكتور عمرو سعيد استشاري علاج ألام العمود الفقري والمفاصل وعلاج الألم، عضو الجمعية الأمريكية للطب التجديدي والجمعية المصرية لعلاج الألم المزمن والجمعية الأوروبية للسونار الجراحي وزميل المعهد العالمي لعلاج الألم والمدير المركز بينكيور لعلاج الألم. نورت الناس الحلوة. شكرا لكم مع الناس الحلوة.